دونك هنا بالنسبه للبلون سامبل او البلون ديالكتيك، الناس اللي كتسول راه قلت لكم وشرحت لكم، سمعوا مزيان شنو كنقول لكم. البلون سامبل غادي ديرو الا ما كنتيش قادر دير البلون ديالكتيك، الا كنتي قادر دير البلون ديالكتيك في الموضوع غدير البلون ديالكتيك. اشنا هي قادر او ما قادرش؟ انا غنرجع بكم اللور شويه. قادر او ما قادرش هو تندير هذا الطابلو هذا كنحطو في الواسخ ديما. مثلا عندي جوج الحوايج كندير ليكول موديرن ليكول كوغانيك. الا كنت قادر نعطي في ليكول موديرن، سمعوا مزيان، الا كنت قادر نعطي في ليكول موديرن فوالا عفوا، الا درت يعني ملي كندير هذا الطابلو هذا وكان عندي جوج ديال لي زارغومون هنا وجوج هنا، راني كندير بلون ديالكتيك افضل. الا انا عندي غير في ليكول كوغانيك وما عندي ما نقول في ليكول موديرن، كندير بلون سامبل. يعني هنا المساله ماشي اختياريه، المساله هو واش انت قادر تكتب في البلون ديالكتيك ولا ما قادرش. فوالا دونك هذه بعجاله وبخلاصه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد مجددا بلقياكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان الفيديوهات اللي كنحط لكم تكون فيها استفادة كبيرة. دونك اي تساؤل كما العادة، اي طلب حطوا لي في الكومنتير، راه كنحاول نتخطي صراحة، راه يعني كنتمنى انكم تفهموا هذه المسألة هذه، انه صعيب باش انك يعني ترضي الجميع، وصعيب باش انك تدير يعني ماشي كيف كتخيلوا، انه بمجرد انك تطلب ندير واحد الحاجة يعني راه فيت راه سا نيسيسيت ان ترافاي. فوالا، ولكن ان شاء الله والله العظيم يعني كنحاول نسجل جميع الطلبات ونحاول نطرق لهم، غير المساله تاع الوقت هي اللي غتكون ضيقه بزاف. فوالا، دونك نتمنى لكم التوفيق بطبيعه الحال، نتمنى لكم السداد، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من الفيديو الاخر اللي حطيت لكم، اللي حط فيه بعض النصائح وبعض التوجيهات اللي كيتغافلها بزاف ديال تلامد، وهي صراحة كتلعب دور كبير في النجاح وفي التمييز ديال تلميذ على تلميذ آخر. فوالا، دونك هنا غنديرو الفيديو الثاني، السوجي الثاني اللي مهم في لابواطا ميغفاي، اللي هو كيف ما كتشوفوا ليكول موديرن وليكول كوغانيك. دونك لا ديفيرونس اونتر، الفرق بين المدرسه المعاصره اللي هي ليكول اللي كنقراو فيها حاليا، ليكول كوغانيك هي لومسيد. دونك هنا تو سامبلومون يعني غادي نحاولوا نتطرقوا لهذا الموضوع هذا، غادي نحاولوا نديروه في بلون ديالكتيك ونديروه في بلون سامبل. دونك الفيديو ديال البارح وضحت فيه شنو، امتى كندير ديالكتيك امتى كندير سامبل. نتمنى ان الفيديو يكون واضح كفاية. دونك هنا يعني الناس اللي باقي ما شافت حتى شي فيديو في الانشاء فيما يخص السنة الاولى بكالوريا، تجي لهاد البلاي ليست هادي، راه غادي تلقى فيها كل شيء، بدا من الفيديو الاول وسير تبع الى بغيتي تفهم انشاء. اما باش تجي هكا تنهار الفرض وتبغي تحفظ شي منهجية الى اخره، دونك هنا صراحة يعني خدمة اللي غير مسؤولة، وغالبا يعني الفشل هو النهاية. ملي الانسان كيمشي بواحد يعني الريتم وكيتعلم حاجة بحاجة طيلة السنة، ان شاء الله كيستطع انه وكيقدر انه يجيب نقط، وكيقدر ايضا انه يطور راسه، هذا هو الاهم كاع. وكان حتى التلاميذ ديال السانكيام راه غادي تلقاو اي حاجه بغيتوها هنا. ثلاثه ديال المنهجيات اللي عندكم في السانكيام راني حطيتهم لكم، اكريغ ان تيكست ناراتيف، اكريغ ان تيكست ديسكريبتيف، اكريغ ان تيكست ارغومونطاتيف. فوالا، دونك جيو لهنا دخلوا البلاي ليست، غتمشيو ديريكت لهذا البلاي ليست اللي فيها تعلم الكتابه بالفرنسيه وغادي تستافد. دونك هنا كتذكير المنهجيات اللي درنا البلون سامبل، ها هي المنهجيه ديالو. دونك هنا راه كاين فيديو، الناس اللي بغات تفهم هذه المنهجيه سيروا للفيديو. درنا بلون ديالكتيك، ها هي المنهجيه ديالو كتذكير، دونك ممكن ترجعوا للفيديو ديال بلون ديالكتيك. ودرنا البلون اناليتيك، فوالا لا ميثودولوجي ديالو، منهجيه ديالو حتى هو. فوالا، دونك هنا هذا البلون اناليتيك باقي ما غنطرقش ليه في المواضيع، لانه اللي كيهمنا حاليا هو ديالكتيك مع سامبل. دونك هنا لاحظوا الموضوع، سيغتان بيغسون او بيان سيغتان فوا كو لومسيد ايت اون بيريود دينيسياسيون اوبليغاتوار. بعض الناس كيشوفوا بان المسيد المدرسه القرانيه هو واحد المرحله ديال البديه اساسيه، يعني بحال قلتي مرحله يعني بحال الروض، يعني ضروري كيخص يدوز منها الانسان، يدوز من المسيد. دوطخ
voit ou bien estime que l'école moderne est la plus bénéfique. يعني كيشوفوا بان المدرسه المعاصره هي كل شيء، هي اللي خدامه حاليا وهي فاش كاينه الاستفاده اكثر عكس المسيد. فوالا دونك هنا موضوع فيه اختلاف كبير في يعني له ما له وعليه ما عليه، يعني باش نكونوا دونك دان بوان دو فيو نوتر، يعني باش نكونوا محايدين كل حاجه وايجابياتها وكل حاجه وسلبياتها. فوالا دونك هنا كيف ما كتشوفوا، يعني هنا باش نلخص عليكم الفيديو، انا لي زارغومون ها هما موجودين. انا الدور ديالي هنا هو غادي نشرح لكم الكلمات، الناس اللي كطلب مني العبارات دونك تبع معايا وهز ورقه وستيلو عافاك واشرا فوالا اكتب الكلمه. فوالا ليكول كورانيك ان ابرونتيساج فوندي سور لا ميموريزاسيون، واحد التعلم ان ابرونتيساج تعلم مبني فوندي بازي فوندي، كتب بازي كتب فوندي مبني كيتبنى على مبني على فوالا. هما الجمل وهما العبارات اللي كتسولوني عليهم. لا ميموريزاسيون سافو دير الحفظ، يعني لي كول كورنيك كتبنى على الحفظ لا ريسيتاسيون. لابرونتيساج التعلم هنا سو في دون دي كلاس اتاشي او موسكي. لابرونتيساج كيدار سو في سافو دير سيكزيكوت دون دي كلاس في بعض الاقسام لي اتاشي اتاشي اللي هي يعني صافي بارتي دو لا موسكي. لو ركور على فيولونس اللجوء الى العنف، ها هي الجمله كتبها لو ركور على فيولونس فيزيك، اللجوء الى العنف المادي الجسدي. كاين اللجوء العنف الجسدي بور بارفوا موتيفي لي زيليف اي بارفوا لي بونير، بعض المرات باش يموتيفي الفقيه يعني ملي كي فوالا يموتيفي لي زيليف، يعني باش يخلق واحد لا موتيفاسيون شي ليليف. دوطخ بار بور بونير ليليف لعقابه punir. Le non-respect des tranches d'âge. عدم احترام الفئات العمرية. Tranche d'âge. الفئات العمرية. Le non-respect. ورقة وستيلو اكتب. Un lieu pour apprendre le Coran par cœur. مكان لتعلم القرآن أو لحفظ القرآن. Apprendre par cœur. عقلوا عليها. Apprendre بوحدها هي تعلم. Apprendre par cœur. ça veut dire réciter. حفظ. C'est le fiqh seul qui se charge de la tâche. Le fiqh وحده الذي يتكلف qui se charge الذي يتكلف de la tâche. يعني il se charge de la tâche. Voilà la tâche est le muhimma, la mission. Ça y est Tidris. L'absence de la participation des élèves dans leur apprentissage. يعني هنا كنحطوا باش كيتميز المسيد سواء سلبي سواء ايجابي، يعني هنا كاين غياب غياب المشاركه. Absence de la participation des élèves dans leur apprentissage. يعني في لابرونتيساج ديال لي زيليف ما كاينش ديك لا بارتي لابروش بارتيسيباتيف، المقاربه التشاركيه ما كيشاركوش. فوالا هذا فيما يخص ليكول كورانيك. باش كتميز ليكول مودرن فوالا ان ابرونتيساج فوكاليزي سور لابرونون، واحد التعلم اللي كيركز على المتعلم على التلميذ، يعني التلميذ هو مصدر هو اللي كنركزوا عليه في هذا لابرونتيساج. هذا لوزاج دي نوفيل تكنولوجي، كنلقاو فيه التكنولوجيا حديثه في التعليم الحديث، يعني ممكن تلقى يعني صبورات اللي مطوره، ممكن تلقى داتا شوم، ممكن تلقى فوالا تلفازات، ممكن تلقى دونك بزاف ديال الحوايج. بطبيعه الحال انا كنهضر على التعليم في فوالا في اوروبا وفي الدول المتقدمه. Plusieurs professeurs spécialisés dans différents domaines se chargent d'assurer des cours de différentes matières d'une manière pédagogique. بزاف ديال الاساتذه سبيسياليزي مختصين في بزاف ديال لي دومين se chargent d'assurer، يعني كيتكلفوا بانجاز، يتكلفون بانجاز assurer des cours، كينجزوا دروس de différentes matières، بزاف ديال المواد المختلفه d'une manière pédagogique، بطريقه بيداغوجيه، كاين زعما واحد المنهجيه. Le respect des différences entre les élèves. احترام ديال الفوارق بين التلاميذ. Voilà. Purification de l'atmosphère scolaire de toutes sortes de tortures physiques ou bien symboliques. يعني تطهير هنا تطهير الجو الدراسي من جميع انواع فوالا العقاب الجسدي او العقاب الرمزي، الرمزي او النفسي. دونك هنا purification تطهير. L'atmosphère scolaire يعني ذاك الجو الدراسي تورتور هنا هي هي عقاب. فوالا le respect mutuel entre les élèves et les professeurs. نتي تبنى على لو ريسبي سا فو دير ما كاينش الضرب ما كاين والو، فقط علاقه احترام كل واحد تيطبق القانون اللي عليه. فوالا هنا غنشوفوا البلون سامبل.
فوالا ولا الموضوع هو كيف طرحناه، شي كيشوف بان هذا هو ضروري وشي كيشوف بان المدرسه هي اللي ضروريه. انتروديكسيون، لاحظوا معايا، دون نو جور يا دي بيرسون كي بونس كي ليكول مودرن اي بلوز افيكاس كو لو مسيد، اكثر فعاليه من المسيد. اون ايفي، هنا تعريف ليكول مودرن اي ان ايتابليسمون جيري بار لا لوا اي كي اوفر ان ابرونتيساج ديفيرسيفي دو ديفيرونت ماتيير، كيتسير بالقانون وكيعطينا واحد التعلم اللي هو متنوع في بزاف ديال المواد. طونديس كو لو مسيد سوكيب دو ليدوكاسيون ريليجيوز دي زونفون، المسيد كيتكلف بالتربيه الدينيه، ماشي حتى التربيه الدينيه، الحفظ ديال القران فقط ديال الدراري. دونك ليكول مودرن ايتيل فريمون بينيفيك كو لو مسيد؟ اسكو لو يعني واش ليكول مودرن هي اكثر اهميه واكثر نفعا على المسيد؟ ديفلوبمون، هنا غندافعوا على ليكول مودرن امون مافي، ممكن تدافع ايضا على المسيد، رجع للطابلو ودافع على اللي بغيتي. جو بونس كوجوردي ليكول مودرن اي بلو بينيفيك افيكاس كو لو مسيد بور بليزيور ريزون. دابور دون ليكول مودرن لابرونتيساج اي فوكاليزي سور لابرونون، انسويت على دوك لي زارغيومون اللي شرحنا نيت انسي، دونك ثلاثه لي زارغيومون كافيين باش نديرو بلون سامبل. لا كونكلوزيون، جو كخوا كو ليكول مودرن اي بلوز امبورتونت كوجوردي كو مسيد اي كي لوفر ان ديفلوبمون، وكتمنحنا تمنحنا واحد التطور طوم على بيرسون كلا سوسيتي، يعني للشخص وايضا للمجتمع. الى بيت فوالا، دونك هنا درنا بلون سامبل، دافعنا على ليكول مودرن. بغيتي تدافع على لو مسيد غادي دير بلون سامبل وتهز دوك لي زارغيومون اللي حطينا تما، وحتى انت يعني دافع ايضا على بحال ما كاين حتى شي فرق. فوالا بلون دياليكتيك حاليا، ميم سوجي نفس السوجي. دونك هنا نفس فوالا، دو نو جور سيغتان بيرسون بونس كو ليكول مودرن اي بلوز افيكاس كو لو مسيد، طونديس كو دوطخ استيم تو لو كونتخيغ. الا ليكول مودرن، دونك هنا نفس المقدمه تقريبا، غنعرفوهم بجوج وغنطرحو سؤال. دونك هنا فوالا تقدر تعرف حاجه وحده، تقدر تعرفوهم بجوج، يا اوكان بروبليم ايسي. فوالا ديفلوبمون، فوالا ديفلوبمون كيف قلنا في لو بلون ديالكتيك جوج ديال لي باراغراف. il va de soi que من البديهي ان plusieurs personnes estiment que l'école moderne est bénéfique et plus efficace pour plusieurs raisons. دونك هما هادو اللي درنا نيت في البلون سامبل. ندوزو البلون ديال لونتيتيز سوبوندون، ديما باش ندوزو من لا تيز لونتيتيز سوبوندون، يعني ولكن مي يا ان اوتر كورون دوبينيون، كاين واحد التيار فكري، ان اوتر كورون دوبينيون كي ديفون، الذي يدافع على فكره، كي ديفون ليدي كو، الذي يدافع على فكره لو مسيد اي اون بيريود دينيسياسيون اوبليغاتوار، تيقول لك بان المسيد ضروري يدوز منه التلميذ. ولا كار اول ارغيمون، لو مسيد في بارتي دو نوتر كولتور اي دو نوتر ريليجيون، يعني المسيد كيشكل الثقافه ديالنا والدين ديالنا. فوالا انسي ليكول كورانيك ديفلوب لا كاباسيتي دو ميموريزاسيون شي لي زون شي لي زيليف او بيان شي لي زونفو، يعني المسيد كيطور، انسي المسيد كيطور القدره على الحفظ من عند التلاميذ او عند الدراري الصغار. Conclusion, en guise de conclusion, je crois que l'école moderne joue aujourd'hui un rôle si capital, si capital, yani très, si هنا يعني très capital, voilà, au développement mental, في التطور mental, يعني الفكري et cognitif, المعرفي. Cognitif, كتنطق cognitif ou cognitif, بحال. Cognitif des enfants. Voilà. دونك هنا بالنسبه للبلون سامبل والبلون ديالكتيك، الناس اللي كتسول راه قلت لكم وشرحت لكم، سمعوا مزيان شنو كنقول لكم. البلون سامبل غادي ديرو الا ما كنتيش قادر دير البلون ديالكتيك، الا كنتي قادر دير البلون ديالكتيك في الموضوع غدير البلون ديالكتيك. اشنا هي قادر او ما قادرش، انا غنرجع بكم للور شويه. قادر او ما قادرش هو تندير هاد الطابلو هذا كنحطو في الوساخ ديما. مثلا عندي جوج الحوايج، كندير ليكول مودرن ليكول كورانيك. الا كنت قادر نعطي في ليكول مودرن، سمعوا مزيان، الا كنت قادر نعطي في ليكول مودرن فوالا عفوا، الا درت يعني ملي كندير هاد الطابلو هذا وكان عندي جوج ديال لي زارغيمون هنا وجوج هنا، راني كندير بلون ديالكتيك افضل. الا انا عندي غير في ليكول كورانيك وما عندي ما نقول في ليكول مودرن، كندير بلون سامبل. يعني هنا المساله ماشي اختياريه، المساله هو واش انت قادر تكتب في البلون ديالكتيك ولا ما قادرش. فوالا دونك هادي بعجاله وبخلاصه. فوالا ندوزو دابا فوالا، ميرسي بوغ فوتخ اتونسيون، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.